تعتبر الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث تلعب دوراً هاماً في تأمين الغذاء وتوفير فرص العمل للملايين من الأفراد. ومع ذلك يواجه الفلاحين في مصر تحديات عديدة تعيق تطوير أعمالهم وتحسين سبل عيشهم. وفي ظل سعي الحكومة لاستثمار موارد كبيرة في البنية التحتية، كانت الحاجة لدعم قدرة المزارعين لإدارة الموارد، وكذلك التكيف مع تغير المناخ، واعتماد أنظمة زراعية أكثر تنوعاً وإنتاجية بهدف ضمان تحقيق التقدم والاستدامة في هذا القطاع الحيوي. وللمساهمة في دعم القطاع الزراعي، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مشروع تحسين إنتاجية المحاصيل والإنتاج الحيواني في الأراضي الجديدة، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفاد ومرفق البيئة العالمي. واستفاد من المشروع أكثر من 3000 من أصحاب الحيازات الصغيرة عبر إنشاء وتنفيذ مدارس المزارعين الحقلية بشكل فعال في 4 محافظات مصرية، هي كفر الشيخ وبني سويف والمينيا وأسوان، لتعزيز ممارسات الطرق المبتكرة للزراعة الذكية مناخيا. ولدفع عجلة التنمية المستدامة على المستوى المحلي، تبنى المشروع نهج مدارس المزارعين الحقلية كأحد أدوات التعلم الميداني التي تعتمد على الإنسان بشكل أساسي، حيث تختفي الفصول والأسوار ويضع المزارع المنهج بنفسه ويصبح الحقل هو مكان الدراسة. قدرنا ندخل أكثر من 20 تطبيق من تطبيقات الزراعة الذكية مناخياً، أدت إلى توفير في الأسمدة، أدت إلى توفير في التقاوي، أدت إلى توفير في المدخلات، أدت إلى توفير في استخدام المبيدات. احنا اول مره نتعلم من المدرسه ان في تسويق، كنا احنا اللي خلانا ما زرعتش الشمر عشان الهلوك، استفدنا من المدرسه دي انك تزرع بدري شويه في الارض اللي فيها هلوك، النبات يكبر يغطي على الهلوك، بيحصل المحصول يبقى جيد ومية مية. ولان الميسر دائما ما يلعب دورا هاما في اداره المدرسه الحقليه، عقد المشروع العديد من ورش العمل التدريبية للميسرين والمشرفين على المدارس الزراعية الحقلية لإعداد كوادر جديدة لتبني ممارسات وتكنولوجيا الزراعة الذكية مناخياً وإدارة الموارد الطبيعية عبر محافظات المشروع المستهدفة. عملنا إرشاد زراعي داخل المدرسة الحقلية، نحن نتعلم مع بعضنا الأول شيء يبدأ من التجاوي وحرس الأرض والكلام ده، تعلمنا منه الكثير جداً، وكان الكلام ده يعني غايب عننا كمزارعين تماماً. وتغطي مدارس المزارعين الحقلية الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، ففي محافظة بني سويف استخدم المزارعون في مدرسة تسمين الأغنام رؤوس الثوم في التغذية من أجل رفع مناعة الحيوانات، مما يجعلها أكثر مقاومة للأمراض المختلفة. أنا جيت هنا عشان إزاي أربي الخرفان وأتعلم إزاي أربيها بطريقة صح، مش بزي الطريقة اللي ربوها أهلنا وجدودنا قبل كده، أنا عايز أربي بطريقة جديدة. يعني عندنا الثوم اللي احنا ضفناه ده بيرفع المناعة بشكل حلو قوي، وخف يعني شبه ما عضناش علاج إطلاقا. ولأن التحصينات الدورية أمرا مهما ليس فقط لصحة الحيوان بل ولصحة الإنسان والبيئة، حرصت المدارس الحقلية بالمشروع على توعية المربين بأساليب الفحص والعناية وإجراءات الوقاية من الأمراض والتعريف بنهج الصحة الواحدة. أما في محافظة كفر الشيخ، فتم استخدام عصير ثوم كمبيد حيوي فعال من خلال حقنه بشبكة الري بالتنقيط، مما ساعد على تقليل آثار أعفان الجذور المتسبب ببكتيريا التدرن التاجي وفطريات أعفان الجذور والنيماتودا بأنواعها المختلفة. كما نجحت مدرسة الطماطم الحقلية أيضاً في تطبيق المكافحة الحيوية من خلال استخدام الثوم لتقليل آثار أعفان الجذور، إلى جانب التحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط لترتفع بذلك إنتاجية المحصول.
وشهدت محافظة كفر الشيخ أيضاً نجاحاً للمدارس الحقلية في التغلب على بعض مظاهر التغيرات المناخية التي تهدد القطاع الزراعي، مثل ارتفاع مستوى الماء الأرضي المالح بسبب ارتفاع منسوب البحر، مما ساعد على انتشار عدد من الآفات في التربة والتي تم التغلب عليها وفقاً للتوصيات العلمية والفنية التي قدمتها المدرسة الحقلية. وفي المنيا تم استخدام خليط الثوم مع الشطة في إنتاج البردقوش الخالي من المبيدات والثابت معملياً صلاحيته للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي. من ناحية إيفاد نعتبر أن هذا المشروع وهذا نوع من التجارب مهم جداً، خاطر في آخر المطاف الفلاح يتعلم من الفلاح. نحاول بطبعاً نعطيه التكنولوجيا، نعطيه العلم، ولكن الفلاح يتعلم من الفلاح. لذلك نحن من إيفاد فرحين كثير بالمشروع هذا، ونعتبر أن هذه التجربة تجربة ناجحة. ومن ناحية أخرى ساعدت مدرسة البردقوش على دفع المزارعين للتحول للري بالتنقيط بدلاً من الغمر، مما أدى لمضاعفة الإنتاج. طبعاً إحنا استفدنا بأن إحنا كيف نتعامل مع النبات بالنسبة للآفات الحشرية وبالنسبة كأمراض نبات وكنقص عناصر. كما ركز المشروع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الشامية على أنظمة ري مختلفة، الرش والتنقيط والغمر، للمقارنة فيما بينها. ونجح إنتاج القمح تحت نظام الري بالتنقيط في زيادة إنتاجية الفدان وتوفير المياه ورفع كفاءة استخدام الأسمدة، إلى جانب تجربة واختبار أصناف مستحدثة وطرق زراعة جديدة. عن التجربة المصري 3 أثبت أنه بيجيب محصول كويس، وأثبت الـ 171 أو أي صنف هنزرعه على خطوط 90 سنتي هيدينا نتيجة ممتازة جدا. وفي أسوان عمل المشروع على تقديم الدعم الفني والعلمي لتطبيق الأساليب والممارسات الحديثة في الري والزراعة والتسميد واختيار الأصناف المزروعة التي تعطي إنتاجية عالية. في المدرسة بتاعتنا الحقلية في ناس حبت تشترك معانا في المزارعين اللي حوالينا، وحبوا الفكرة لما شافوا المحصول ولما شافونا طبقنا المدرسة ازاي. السنة اللي فاتت كنت زارع قمح في نفس الأرض، الفدان ضرب معايا على 16 أردب. السنة دي على المدرسة الحقلية على زرعة القمح على المصادر يجي يقارن معايا 24 أردب. عملنا نظم ري متطورة، البرنامج قام بالري بتمويل هذه النظم وسابها جوه الحقول ما أخدناهاش. أنا دايما وصيتي للأخوة المزارعين اللي بزورهم، من فضلكم النجاح اللي أنا عايزه أجي السنة الجاية ألاقيكم مكونين مجموعات في مدارس حقلية جديدة، وأنا كمشروع سيل مستعد أكمل معاكم، وهم طبعا على ثقة كبيرة الحمد لله وعلى دراية مشروع سيل. ورغم أن العادات والتقاليد في ريف مصر قد تقف حائلاً أمام تنفيذ مدرسة حقلية للرجال والنساء معاً في آن واحد، إلا أن مدارس المشروع تمكنت من التغلب على تلك الفكرة. أهلا مشتركين، أنا بقول لك برضو رجال وستات مع بعض، وأنا زوجتي معايا هنا برضو في المدرسة، ومش عيب لما تقول رأي وسط المجموعة برضو، وأسمح أنا واحد من الناس ممكن أسمح حتى لو الآخرين مش عايزين يسمعوا، المفروض أنا أسمح وأشجح. والله قالت صح اتقبلناه، قالت خطأ نعدله. أنا استفدت الصراحة زراعة القمح دي على المصاطب كويسة ومفيدة جداً، هتوفر في المية وفي السماد. سواء كانت ست ولا رجالة، كانوا الرجالة يسمعوا للسيدات عادي، الموضوع بذاته كنت مش متخيلة أنه ممكن يحصل. كان في تبادل خبرات، وكل واحدة استفادت بخبرة طبقتها عندها في البيت. كما نجح المزارعون أيضاً في استخدام خليط الثوم والشطة في مكافحة دودة الحشد الخريفية التي شكلت خطراً كبيراً على المزارع المصري. تشكل قضايا التكيف الزراعي والتغير المناخي في مصر تهديداً على مستوى الحصول على الطعام، وخاصة في المناطق الريفية، لتحقيق نمو مستدام واستدامة قطاع الزراعة. ويعد دعم المزارعين في مصر وتطوير سبل عيشهم ضرورة هامة وهدف استراتيجي. فكان مشروع تحسين إنتاجية المحاصيل والإنتاج الحيواني في الأراضي الجديدة خطوة جادة نحو تحقيق هذا الهدف، ليشكل المشروع أحد أدوات الدعم لمبادرة حياة كريمة التي تنعكس على تحقيق أحد أهداف حماية صغار المزارعين في الريف المصري.